زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس متواصلين حتى للخمسة متاع عشرين وحكيوا على آخر المستجدات في تونس. نحكيوا أكيد عن النادي الإفريقي، التطورات قاعدة متواصلة بعد البارح تأكد قيام بالتحويل البنكي ب 12 مليار خلاص ديون النادي الإفريقي في النزاعات الفيفا وإمكانية رفع منع الانتداب. تفاجئنا بالمحامي أحمد التونسي اللي أكيد الناس كل عرفتوه صاحب القضية الشهيرة بإعادة الانتخابات متاع النادي الإفريقي، وين وصلت الحكاية ذي. تفاجئنا به هبط تدوينة على صفحته في فيسبوك طلب خلالها وشكك حتى في صحة التحويل. هذا هم معنا بالتليفون سيد أحمد، ناخذ ما عنده أكثر تفاصيل. سيد أحمد أهلا بك. عسلام اخويا اسلام، عسلام ومرحبا بالساده المستمعين تاع اكسبريس اف ام الكل. مرحبا بك سيد احمد. دونك كما كنت تسمع فيا اكيد تفاجئنا بتدوينتك البارح، ظهر لي فيها تشكيك حتى في عمليه التحويل اللي قام بين الافريقي. شوف، هو الخبر في حد ذاته كان الاساس نتاعو فقط افشال الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت باش تكون اليوم معناها، ويبدو انه اللي بنسبه كبيره معناها العباد صدقت الحكايه دي. بون، أنا كمحب للنادي الإفريقي نتمنى أن يكون الخبر صحيح، ولكن برشا مؤشرات، مانيش بنكاجي، أنا عندي برشا أصحابي بنكاجي، الورقة هذيك ما تعنيش تحويل جنة، والحاجة الوحيدة اللي تنجم تأكد التحويل هي سويس كود، ما وتحديتهم من البارح باش يخرجوا سويس كود ما فماش. نتمنى بالحق أن يكون قاع تحويل، بقينا رو فما عديد المؤشرات اللي تخليني ما صدقش عن الحكاية هذه. للأسف خطر هيئة ذي معناها عودتنا على الإشاعات، ديجا معناها خمسة أيام التالي استقال ناطق رسمي وقدم عطاوها إشاعات، وبعد نهار ونهارين تظهر بعد كذبة لين ما عادش نجم يحمل الراجل. معناها خمسة أيام التالي ديجا مبلغ 350 ألف دولار باش يخلصوه في الملف نتاع، معناها دفعة أولى في الملف نتاع الكاميرونيين، ما نجموش يوفيوا بالعهد نتاعهم وما نجموش يخلصوه وما نجموش حتى يغطيوا معناها الملف الفضيحة بالنسبة لهم، معناها حتى من باب المسؤوليه معناها تمتد فيه المسؤوليه نتاعهم حتى تنجم تكون جزائيه، العباد الكل تحكي على حاجات اخرين في الملف هذاك وما خلصوهش. اليوم يحب يقنعني بعد خمسه ايام جبد 12 مليار، نعتبر انه النادي الافريقي فيها فلوس وموجود دخلت فلوس للنادي الافريقي، ولكن يبدو انه الفلوس كي تدخل للهيئه هذه ما عادش تخرج، معناها ما عادش تدفع في بلايصها ويقعدوا يستناو في حاجات اخرين، يقعدوا يستناو في البطاقات تاع الجمهور، ولا يقعدوا يستناو في اموال النادي تجي من مصادر واحدة أخرين مثلا ما تعديش عليهم هما، كما أموال التلفزة ولا أموال المشاركات الإفريقية، واللي ما عادش ما خلوناش حتى في المشاركات الإفريقية هما معناها. دونك أنا نشكك الحقيقة، نشكك، والبارح قلت لهم كان فما تحويل تنجم تعطيه السويس كود، هما تو باش يجيو نهار الاثنين ويقولوا له فما تعطيلات إدارية والبنك المركزي ما خلاناش، والكلام اللي متعودنا منهم لا يأتيه، وكل عادة معناها بعد يلقاو رواحهم هما، عادي يلقاو الكذب وما يقلقهمش، مع كامل احتراماتي للناس اللي تخدم وتضحي كل شيء، اما سامحني ما انا واحد الناس كاحمد التونسي معناها ما نصدقش الحكايه هذه. كيما حكيت لكم برشا عوامل في الاخر، كيما قلت في التدوينه تاعي في الاخر، فما صحافي من التيس قال لي شنو يكون موقفه كان يطلع بالرسمي معناها يخلص 12 مليار، قلت له في النهايه كان يطلع خلص 12 مليار بارك الله فيه، وباش تكون معناها حمله انتخابيه كبيره برشا، كان يحب يعاود يترشح مره اخرى في الجلسه اللي مازالت، واللي المحكمه اكدت اللي هي مازالت جلسه معناها. اتو نجيوها، اتو نسالك عليها في الاخر استاذ. باهي، بعد شويه هو باش يكون معنا السي سامي المقدم الكاتب العام، باش ناخذوا ما عنده اكثر توضيحات، لكن خلينا نبدا نسمع فيه خاطر ساعات يبدا معكم ضيف ما نبداش نسمع فيه برك. اي كان هو باش يكون معنا بعد، فهمنا معاه وحده لا محاله، لكن كان فما تعليق من عندك تنسيهاش حتى نحاولوا نتصلوا بيك، ما فماش حتى مشكل، ما فما حتى مشكل، لا ما نعلقش عليه، خلي يقول باهي، باهي ما عادش تحب التعليقات. باهي سيد احمد، انا سؤالي هنا توا تبارك الله انت رجل مسؤول ومحامي ما شاء الله، ومعناتها بدات الناس الجمهور الافريقي عندهم ثقه حتى فيك، كي تقول لي لهنا عندي اخبار هذه مؤكده والا مجرد تنجم تكون صحيحه وتنجم تكون لا، خاطر كل كلمه بحسبها لهنا معناها اخبار. لا انا سالت عباد تخدم في البنوك، هل الورقه ذيك اللي وريوها معناها تعني تحويل اموال؟ اي تنجم تكون ورقه من جمله الوراق معناها، ماهيش ندافع عنها ولا حاجه، لكن نعطي في وجهه النظر الاخرى معناها، تنجم تكون ورقه من جمله الوراق، وتقريبا هذا اللي قاله تقريبا سامي المقدم، نتصور هو دوسي كبير، ورقه من جمله الوراق هبطها هكا هاو. هما كانوا نجموا يهبطونا سويس كوت نتاع ملف واحد، انا واحد من الناس كمحب للنادي الافريقي خليني من كل شيء. بالك شي فما الكاميروني برك، اعتبرهم قاموا بواجب كبير برك تجاه النادي بارك الله فيهم،
ومنعونا ورتحونا من ملف يعقلنا الناس كل. خلينا نتفاعل معك استاذ. ما عنديش هم انا حفله انتخابيه كانت تصير جلسه كان يخلصونا ملف الكاميروني ماهيش هيك. استاذ خلينا نتفاعل معك مسالش. ما عنديش فكره انا على الاجراءات القانونيه لكن بالك شي هذيك جوست دوموند الاولى معناها السويف ينجم تكون يحضر من بعد ولا ما عرفتش خاطر تحويل مبلغ مالي بقيمه هذه لخارج تونس ساهل في تونس. هما كيخرجوا الناطق الرسمي يتكلم ولا الكاتب العام يتكلم على اساس اكد انه تم التحويل ما قالش راهو لا اكد 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 انه حطوا الفلوس في البنك ما قالش قام التحويل تحويل من زي ما صارش بالله المعلومه بالله هما قالوا الفلوس تتحط في البنك المركزي هي في بالي تتحط في البنك ما قالوش قالوا في الاجونس يحكوا على ما قالوش في البنك فما عبيد بدلتها يمكن تفرط ايداع اموال في البنك المركزي وحاجه ما تجيش معنا من ناحيه من ناحيه حتى الواقعيه معناها اي دونك يا اخويا ان شاء الله يكونوا صحاح ونفرحوا نحن كان يخلصوا ولكن هاك سجلوها علي نهار كيما كلام الليل مدهون بالزبده في الهيئه هذه معناها بالحق ونقول في الكلام هذا وانا متاسف معناها على حال جمعيتي اللي وليت معناها تسمع كيما نقول تو انا انسان نعتبر محب معناها مو خرجت في النادي الافريقي هذه صفتي الوحيده وهما معناها عندهم الصفه الرسميه يحكيوا في حكايات ويرويوا في روايات للناس نجي انا كمنخرط نكذبهم وبعد باش نظهر انا عندي حق وما عنديش حق والله حاجه تاسف قسما بالله ماذا بيا يكون هما على حق وانا نكذب باهي كان طلعوا على حق استاذ شنو نجم نكون موقف تعتذر مع الكلام اللي قلته مثلا هاني قلت لك نعمل له انا حمله انتخابيه وقت اللي تصير الجلسه الثانيه الانتخابيه وحب يترشح هو لرئاسه افريقيا انا نتعهد نعمل له حمله انتخابيه اللي هو القائمه اللي باش يعملها هذا التعهد نتاعي بيه انت ما عندما حكيت على الحمله الانتخابيه وين وصلت حكايه الانتخابات الحكايه نتاع الانتخابات توقفت مع الاضراب اللي صار في المرفق العداله دونك عندنا امل انه ترجع الجمعه الجايه معناها ابتداء من نهار اثنين الامور والجلسات تنظر في الملفات ان شاء الله اذا كان معناها رجعت اذا كان رجع مرفق العداله ان شاء الله معناها يكون الاسبوع الجاي هو اسبوع الحسم خاطر القضيه جاهزه الفصل مازال فيها معناها كان يكون شي جلسه ولا جلستين ونجم يصيروا فرد اسبوع جلستين. فهمت؟ دونك ان شاء الله ترجع الخدمه في المحاكم باش نجموا نحن ناخذ ومش كان انا معناها ولا قضيه النادي الافريقي اللي قاعده معطله قضايا اخريه فما ناس موقفين في الحبس دونك كيك يولي فما هم اقل من هم نحن نجموا نصبروا وان شاء الله العباد الاخرين نجموا يصبروا. اليوم كان بريفيو ظهر لي وقفه واحتجاجات كبيره لحبايب الكلوب ظهر لي ما صارتش هذايا ما صارتش للسبب الكبير ساعه حكايه 12 مليار نحن راني قلت لك الجمهور النادي الافريقي ماذا بيه يصدق انهم قاموا بواجبهم وخلصوا ديون النادي والله راهو مش حتى حكايه اجيال وحكايه انه فما منع من الانتداب انا واحد من الناس كنت نسال على رايك هذوك راهو ديون بقطع النظر عن الانتداب خاطر ولا رفع منع الانتداب خاطر هو في حد ذاته ماهوش هدف راهم هذوك ديون باش تخلصوهم عاجلا ام اجلا انا ما نحبش نقعدوا لك السيناريو نتاع مناول نتاع غدوه باش نتعاقبوا ولزمنا اليوم نحولوا اموال ما كانش راهو يتنحال نقاط ولا ما كانش احنا مهددين بالسقوط الدرجه الثانيه هذا اللي نحبه معناها انا نتمنى الخلاص مش على خاطر رفع الانتداب على خاطر الشيء هذا دونك الجماهير ولو انه الديون مش مسؤول عليها هيئه اليونسي فقط تراكمات هي اليوم اللي يبدا موجود في النادي الافريقي لازم يتحمل مسؤوليته هو بالاول وقت اللي دخل النادي الافريقي يعرف الشيء هذا مش جديد عليه واليوم اكثر من هكاك ولا يتحمل مسؤوليه مضاعفه على خاطر فما اموال جات من مصادر اخرى معناها تو يزي الجمهور قام بواجبه عم ناول وسنا فما مستشهر جاء وحط لك صب الفلوس التو جمهور نادي يتسائل الفلوس هذه ومشي يا هما قالوا دخلوا قالوا دخل القسط الاول قالوا دخلت هي طلعوا فيهم كي قالوا دخلوا ما قالوناش وين هزوه هاو خلصوا 12 مليار ان شاء الله يطلع صحيح استاذ فما شويه تحامل بلكش منك انت عليهم شويه والله كان ترى تحامل اخويا نسال فيك انا بدكش خاطر تقول لي ما ويلو من فلوس او قلت لك مثلا دخلوا الفلوس وهم قالوا معناها راهو بالحق قلت لك يقلقني في جمعيتي جمعيه كبيره عمرها 100 سنه تولي معناها الهيئه نتاعها تمارس معناها تعمل في بلاغات ولا مش اول مره راهو انا تو يمكن شهرين دخلت فيهم معناها موجه كبيره نتاع اخبار يتبين بعد زيفها خبر ثم يتبين بعد زيفه خبر ثم يتبين معناها كما قلت لك لدرجه انه الناطق الرسمي معناها استقال ما عادش يحتمل معناها الضغط الجماهيري اللي تسلط عليه دونك راني نقول في الكلام هذا وراني قسما بالله العظيم متاسف وما نحبش نتحط نهار في الموقف هذا
ولكن يلزم عبادكم مين تقفلهم تقول لهم يزي وما تضحكوش على العباد راهو حرام. راهو الناس معناها ذوما اللي تكتبوا عليهم راهو نحاو من لقمة أولادهم ونحاو من قوتهم اليومي وعطاو للنادي الإفريقي وراهو حبوا النادي الإفريقي أكثر من حاجات أخرين معناها في حياتهم وراهو معناها عيب باش تتمنيوهم وبعد تظهروا معناها ما كومش في المستوى وتظهروا معناها كيف اللي قلتوه ولا اللي تقولوا فيه ما يظهرش صحيح معناها سامحني راهو حرام عليكم حتى معناها فما كيف تعذيب النفسي العباد عذبوها نفسيا قسما بالله هذا يسمى الهرسله نفسيه راهو عيب على الاقل معناها جوست باش تفشل وقفه احتجاجيه تكذب كيما هذه سامحني معناها ماذا بيا كان ما تصيرش وقفه احتجاجيه وما تقولش خبر كيما هذا يا اخي خاطر كيما قلت لك نهار اثنين ولا ثلاث باش نفيقوا الناس كل اليوم ما عملوا حتى شيء كيما صار سابقا الاتفاق نتاع المحامي البلجيكي وانتهى الاجل وبعد فهمنا معاه 24 ساعه اضافيه 24 ساعه اضافيه جات وبعد ما فما حتى شيء بعد طحت كل شيء في الماء ورجعنا للاتفاق الاول وما فما حتى مشكل ايش بيه تو نخلصوا 170 الف يورو زايدين معناها راهو دخلوا في موجه ما عادش حتى حد ينجم يصدقهم وتعرف مشكله كبيره زاد تبدا معناها تشد هيئه معناها تسير في النادي الافريقي وما عندكش مصداقيه عند الناس زايد وقتها وداكش نخوف واضح يعطيك الصحه نعاش تكون عندك تسائل سي سامي المقدمي ولا حاجه نقلي لك سي احمد والله انا قلبي معاه سي سامي المقدمي له ينجم يخلي معناها المسؤوليه وينسحب وله ينجم يواصل كما هكا وبعد باش يتحمل مسؤوليه اخطاء ما هو في حد ذاته معناها كشخص ما يتحملهاش حتى حد ما يحب يكون في بلاصته وانا نحييه على انه مازال تو موجود وكهو ذاك شنو نجم نقول واضح يعطيك الصحة سي أحمد التونسي على كل هذه التفاصيل مديتنا بها فاصل ثم مواصلين زون ميكس حتى للخمسة